في الوقت الذي كان فيه الجيش المصري يعبر قناة السويس، كانت القوات السورية قد بدأت التحرك باتجاه الجولان. فتح الرئيس حافظ، قلت له صار الوقت، قال لي على بركة الله فلنبدأ. أنا رفعت سماعة التليفون وعطيت رمز عملية هجومية، كان بدر 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 بدر. افتتحت 150 طائرة سورية الحرب بقصف عنيف على المواقع الإسرائيلية في الجولان. خلال دقائق فتح أكثر من 1000 مدفع نيرانهم تمهيداً للهجوم الأرضي. عبرت 3 فرق مشاة سورية مؤلفة من 40,000 جندي و600 دبابة الخط القرمزي خط وقف إطلاق النار بعد حرب عام 67. بعد ساعتين من بدء الحرب حقق السوريون أول انتصاراتهم بالاستيلاء على عين إسرائيل، مرصد المراقبة الإسرائيلي الرئيسي على ارتفاع 2000 متر فوق سطح البحر على قمة جبل الشيخ. نزلت القوات، وصلت القوات، والقوات السورية الصاعقة اللي قامت في العملية هي تقدمت أرضا، يعني مو نزلت من أول شيء، تقدمت أرضا ثم تبعها إنزال جوي فوق جبل الشيخ، واستطاعوا الطرفين أنه يأسروا القوات الإسرائيلية في جبل الشيخ، استسلمت لهم ويرفعوا العلم السوري على جبل الشيخ. هاي كان أجمل خبر تلقيناه في الساعة الأولى. خلال الهجوم التحقت وحدة من الفدائيين الفلسطينيين بقوة المظليين السورية. ما تتصوريش الشعور انه انت محتلة اشي، يعني انت لأول مرة بتحتل اشي انت من المحتل الاسرائيلي. في معركة استمرت 45 دقيقة فقط تم الاستيلاء على المرصد، قتل 13 جنديا اسرائيليا واسر 31. وفعلا دخلوا المرصد وكان معاهم من القوات الروسية والألمان الشرقيين اللي يعني فككوا جميع الأجهزة الموجودة في المرصد، وفعلا يعني مروا عنا هم حاملين الأجهزة اللي كانت موجودة في المرصد من قبل الجيش الإسرائيلي. في مواجهة الهجوم البري السوري لم يكن يوجد على خط الدفاع الإسرائيلي سوى 200 جندي موزعين على 10 نقاط قوية ولواءين مدرعين من 180 دبابة. استكالتي مزرخة ورأيتي بسي أفاك. نظرت باتجاه الشرق ورأيت سحبا من الغبار، لم تكن في الواقع سوى دبابات تتجه نحونا، وبينما كانوا يتقدمون بدأ الظلام يخيم وبدأنا نطلق قذائفنا باتجاههم من مسافات بعيدة حوالي 4 أو 5 كيلومترات لمحاولة وقف تقدمهم، وحين وصلوا لمسافة تسمح لنا بتدميرهم كان الظلام قد أصبح حالكا. بحلول ليل اليوم الأول من الحرب كانت الدبابات السورية تندفع عبر ثغرات الخط الإسرائيلي الخالية من الحراسة. استطاع السوريون التوغل باتجاه المحور الأوسط حول مدينة القنيطرة عاصمة الجولان المحتل. الخبر الثاني الهائل كان هو أن الفرقة السابعة قد اقتحمت حدود القنيطرة وأصبحت على أبواب القنيطرة. من الأخبار الثالثة أنه الفرقة التاسعة قد وصلت إلى الخشنية، بلد اسمه الخشنية، كمان هي تقع جنوب القنيطرة. معنى ذلك أن القنيطرة قد طوبقت من عدة جهات. فكانت هي أخبار سعيدة ومفرحة. بل أكثر من ذلك، حققت المدرعات السورية اختراقا كاسحا على المحور الجنوبي وأعادت السيطرة على ثلثي الجولان. بحلول منتصف الليل كان السوريون قد حققوا مكاسب كبرى، لكن شيئا غريبا حدث. وصلت الأوامر من دمشق بوقف التقدم وإعادة التجمع استعدادا لهجوم جديد في الصباح. كانت الطرق الممتدة أمامهم نحو وادي الأردن وقلب إسرائيل مفتوحة ومن دون حماية. لو أنهم تقدموا شرقا لوصلوا إلى حافة الهضبة وتحصنوا في مواقع يصعب اختراقها.
It's clear that the Syrian army did not permit. كان من الواضح أن الجيش السوري لم يكن يعطي للقادة ذوي الرتب الصغيرة حرية التصرف وفقا لظروف المعركة. وبصرف النظر عمن كان يتولى القيادة في دمشق، لم يكن هناك من يعتقد بأنه قادر على اتخاذ القرار بمواصلة التقدم من دون موافقة القيادة العليا. كان الرئيس حافظ الأسد يحكم الجيش السوري بقبضة من حديد. لم يكن مسموحا لأحد بالتصرف خارج إطار الخطة الموضوعة. كان في له غرفة نوم في المقر، كان يذهب وينام فيها، وعندما يصحى يدخل علينا ويسلم ويأخذ مكانه في وراء طاولة العمليات. لكن كان بنفس مقر العمليات وغرفته في نفس المقر. في غضون ساعات كان ما يقارب ربع مليون إسرائيلي جاهزين للقتال. كان جنود الاحتياط يمثلون دعما ضروريا، ومن دونهم كان من الصعب على القوات النظامية مواجهة التفوق العددي للعرب. توقع السوريون أن قوات الاحتياط الإسرائيلية ستحتاج ل24 ساعة كاملة للوصول إلى الجولان، إلا أنه في الواقع بدأت أولى الدبابات في الوصول بحلول منتصف ليلة اليوم الأول، أي بعد 15 ساعة فقط من إعلان التعبئة. سيصبح فارق الساعات التسع حاسماً في مسار الحرب. حين فشل السوريون في استعادة الجولان بالكامل خلال 24 ساعة، أصبح الانتصار السوري يبدو أقل احتمالا مع استمرار إسرائيل في تعبئة قوات الاحتياط. مع بداية اليوم الثاني للحرب، كان بإمكان قادة الدبابات السوريين رؤية بحيرة ومدينة طبرية على مسافة 15 كيلومترا إلى الغرب. لكن كان بإمكانهم أيضا أن يروا دبابات إسرائيلية لم يكن لها أن تكون موجودة في هذا المكان. بدأ السوريون يخسرون الحرب، هم لم يكونوا قد عرفوا ذلك بعد، لأن دبابات الاحتياط ومنها دبابات اللواء الذي كان تحت قيادتي أصبحت جاهزة بعد 15 ساعة بدلا من 24. ورغم أن بعضها خرج بشكل منفرد، إلا أنها بدأت تدعيم المواقع مع القوات النظامية خلال مواجهات ليلة 6 و7 أكتوبر. بعد الفجر بقليل شن السوريون هجومهم المدرع، متجاهلين نجاح الإسرائيليين في تعبئة القوات الاحتياطية التي ستواجههم. كان الجيش السوري يهدف للوصول إلى كفر نفخ، مركز القيادة الإسرائيلية المتقدم وتقاطع الطرق الاستراتيجي الذي يسيطر على الجولان. بعد الاستيلاء على كفر نفخ، كان السوريون ينوون التحرك غربا نحو جسر بنات يعقوب على نهر الأردن. كان الجسر على مسافة تقل عن 15 كيلومترا، ووراءه كان الطريق مفتوحا إلى قلب إسرائيل. كان الإسرائيليون على حافة الكارثة. فجأة بدأنا نطلق النار على السوريين من 3 أو 4 اتجاهات مختلفة. وعندما أطلق النار توقف السوريون، تمكن بعضهم من الالتفاف حول كفر نفخ، لكننا هزمناهم هنا. وهنا دارت المعركة التي استمرت حتى وقت متأخر من ليلة 7 أكتوبر. نجح الإسرائيليون في إيقاف الهجوم السوري، لكن بعد أن دفعوا ثمنا باهظا من الأرواح والدبابات. كان على رأس قائمة الخسائر العقيد إسحاق بن شحام، قائد اللواء المدرع 188 الذي قتل مع نائبه وضابط عملياته. بعد الإخفاق في الاستيلاء على مقر القيادة الإسرائيلية في كفر نفخ وفي مركز القيادة بدمشق، بدأ الرئيس الأسد يفقد أعصابه. في أحد المواقف أن لواء تلقى أمر بتطوير الهجوم، من ما عرفته من الموقف من القائد والحق، طلب مني أن يؤجل الهجوم بدلا من الساعة، إنها الساعة 6 صباحا تبدأ الهجوم، قال خليني أجل الهجوم الساعة 10. أنا نقلت رغبة القائد اللواء إلى الرئيس، فخاطب الرئيس قال يجب أن يبدأ الساعة 6 كما أو فليترك اللواء ويستلم اللواء فلان نائبه. أنا بدأت يعني أحاول أن ألطف الجو، فأعدت اقتراحي، قلت له يعني لا فرق كثير بين الساعة 6 والساعة 10،
الفرق انه بده يروح فيها شيء 2000 قتيل زياده يعني من جنودنا. فرجاء انه توافق على الساعه 10. فازداد غضبا وضرب بيده على الطاوله. لم يكن امام الاسد الذي واجه سلسله من الاخفاقات سوى اعاده تطبيق نفس الاستراتيجيه التي فشلت من قبل. في محاولة يائسة تم الدفع بفرقتين مدرعتين مؤلفتين من 500 دبابة من النسق الثاني لتعويض الخسائر. وقفنا هناك وكنا نطلق النار مثل المجانين، وكنت ضمن هؤلاء. كنت أصوب على الدبابات المتوجهة نحونا، أصبت الأولى والثانية والثالثة والرابعة، أصبت نحو 20 أو 25 دبابة، وكل واحد من قواتنا صوب وسدد مرة وثانية وثالثة. في شمال الجولان وفي مكان عرف فيما بعد بوادي الدموع وبحلول نهاية اليوم الرابع للحرب، كان الإسرائيليون قد دمروا مئات الدبابات السورية. حل المصير ذاته بالفرقة السورية الأولى المدرعة خلال محاولاتها المتكررة للاستيلاء على كفر نفخ. أعتقد اليوم أننا لو عدنا 40 سنة للوراء ونظرنا إلى معركة كفر نفاخ، فقط حينما قررت الفرقة الأولى المدرعة الانسحاب وعدم إكمال مهمتها في الوصول إلى وادي الأردن، كانت تلك هي النقطة الحاسمة في معركة الدفاع عن الجولان. منح كل من أفيغدور كحلاني وتسفيكا غرينغولد ميدالية البطولة، أعلى وسام عسكري في إسرائيل. إلا أن الانتصار الإسرائيلي لم يتحقق بفعل الشجاعة وحدها. هناك دبابة تتفوق عن دبابة، تستطيع دبابة إسرائيلية واحدة أن تدمر 20 دبابة سورية مقابلها، لأن إذا كان هناك دبابة يطال مدفعها 2000 متر ويصيب ويدمر، ومقابلها 50 دبابة لا يطال مدفعها 1500 متر، فتستطيع يعني بكل بساطة، معادلة بسيطة، أن تقف الدبابات الإسرائيلية على 2000 متر وتدمر دبابة واحدة كل الدبابات التي لا تصل قذائفها إليها بدقة. الموضوع تفوق تقني فقط وليس مهارة في القتال. أنا لا يمكن أن أنكر بسالة الضباط السوريين والجنود السوريين، إنما مع الأسف إسرائيل متفوقة بالدبابات. في صبيحة 9 أكتوبر شن الإسرائيليون هجومهم المضاد. بدأوا بالتحرك شمالا من وادي الأردن وهاجموا الدبابات السورية التي توغلت في جنوب الجولان وجعلوها تتقهقر أمام هجومهم. مع أولى ساعات اليوم التالي تم القضاء على الخطر السوري. بقي ثلثا الدبابات السورية في ساحة المعركة إما مدمرة أو مهجورة. تراجع السوريون إلى نفس المواقع التي كانوا قد بدأوا منها القتال. السوريين نعم أخذتهم الحماسة في اليومين الأولين، واعتقدوا على أنه يمكن بعد دحر إسرائيل يعني السيطرة على الجولان وعلى المرتفعات والإطلال على فلسطين المحتلة أن الحرب يمكن أن تنتهي. يعني استهلكوا استنفذوا كافة القوى لديهم، سيما تكبدوا خسائر فادحة السوريين في الدبابات خلال 3 أيام الأولى. لكن الوضع على الجبهة الجنوبية كان مختلفا، ففي سيناء استغل المصريون نجاحهم في اليوم الأول وأقاموا دفاعاتهم داخل رؤوس الجسور. وبوجود جيشين ميدانيين عبر القناة، الجيش الثاني في الشمال والثالث في الجنوب، كان المصريون مستعدين لصد الهجوم الإسرائيلي المتوقع. هذه القوافل من العربات المدرعة تتحرك الآن في طريقها من هذه النقطة في إسرائيل نحو سيناء. قيل لنا أيضا إن هناك قافلة أخرى ستتحرك عبر هذه المنطقة الليلة. مع نهاية اليوم الثاني للحرب وصل إلى جبهة القناة 2 من أشهر جنرالات إسرائيل، أرييل شارون وأبراهام أدان. كان كل منهما على رأس فرقة مدرعة تتكون من أكثر من 300 دبابة
وعلى أتم الاستعداد لشن الهجوم المضاد الذي تم التخطيط له بعناية. كانت فرقة أدان ستتحرك جنوباً لتكتسح الجيش الثاني، وبمجرد ما ينتهي أدان من إلقاء المصريين في مياه القناة تتحرك فرقة الشارون باتجاه الجيش الثالث وتكرر العملية نفسها في الجنوب. في 9 من صباح 8 من أكتوبر بدأ الهجوم. رأينا دبابات زملائنا فجأة وهي تتحرك وهي مكشوفة. لم يكن هذا تحركا بفرقة كاملة، بل كانت مجموعات صغيرة من الدبابات. لم يكن هجوما بفرقة، وهو ليس في الاتجاه الصحيح. بدلا من أن يكون من الشمال إلى الجنوب، جاءوا عبرنا من الشرق إلى الغرب، وبدأنا نرى بأعيننا نيرانا معادية كثيفة، قذائف في الرمال تنفجر حول كل دبابة. أخذنا أوامر بالضرب، ضربنا عليهم بجميع أنواع الأسلحة اللي معانا. كانت مجزرة بقى، مجزرة بالمعنى الصح، مجزرة. جميع الأسلحة، الصواريخ اللي هي المضادة للدبابات، الأربجيهات، الجنود المصريين حامل الأربجيه كانوا زي العصافير بتنططهم على العصفور بتنططهم على الشجر، يخش ورا التبة لغاية ما الدبابة تيجي لغاية 50 متر عشان يضمنها ويضربها، ويروح بطلع التانية ويروح طلع التانية. كنت قائد سرية دبابات في حرب الأيام الستة، وقاتلت على المحور الشمالي لسيناء، لكن في هذه الحرب حاربت ضد جنود مختلفين تماما. لقد كانوا أكثر تصميما، كانوا جنودا آخرين غير الذين رأيتهم في يونيو عام 67 في نفس المكان. نحن أبطال، نحن أبطال، نحن أبطال، نحن أبطال، نحن أبطال، نحن أبطال. نحن قادرون ليس فقط على إنهاء هذه المعركة، وإنما على مواصلة القتال وتوجيه ضربات أخرى للجيش الإسرائيلي كما فعلنا من قبل. فشل الهجوم المضاد الإسرائيلي، وبعد خسارة 50 من دباباته أمر أدان فرقته بالانسحاب إلى مواقع دفاعية. ولأن المصائب لا تأتي فرادى، أسرت طواقم الدبابات الإسرائيلية، ومن ضمنهم أحد قادة الكتائب المدرعة المقدم عساف ياغوري. لأول مرة في تاريخها الذي امتد على مدار 25 سنة حتى تلك اللحظة، تجد إسرائيل نفسها في موقع الدفاع وقد تكبدت خسائر فادحة، عاجزة عن تحقيق التفوق الذي حققته عام 67 على الأرض أو في الجو. في حرب يونيو كانت لإسرائيل السيادة الجوية، لكن هذه المرة واجه سلاحها الجوي حائطا من بطاريات الدفاع الجوي والمزودة بأحدث صواريخ سام السوفيتية الصنع. لقد بنوا منظومة مضادة للطائرات كانت من بين أفضل المنظومات وأكثرها كفاءة في العالم، وقد تقدموا بمواقع صواريخهم نحو القناة حتى أنهم نقلوا بعض الصواريخ الأصغر حجما إلى الضفة الأخرى. في الواقع كانت هذه المنظومة فعالة جدا، يجب أن أعترف بذلك. لاستعادة السيادة الجوية كان على الإسرائيليين محاولة تدمير حائط الصواريخ المصري، لكن الدفاعات المصرية أوقعت خسائر فادحة بالطائرات المهاجمة. بحلول اليوم الرابع من الحرب كانت إسرائيل قد خسرت 48 طائرة، أي ثمن سلاحها الجوي. أنا ضربت 31 صاروخ، دمرت 16 طيارة، 1.8 صاروخ هدف أعتقد عالمي. المفروض أن نضرب من 2 ل 3 صاروخ على كل طيارة.
أنا في الحقيقة لا أعرف، انفجرت طائرة فجأة، لا أتذكر أنني قفزت بالمظلة، انفجرت الطائرة وأفقت لأجد نفسي أسيرا في سيارة مصرية. بنهاية الأسبوع الأول من الحرب تلقت إسرائيل ضربة أخرى. في 13 أكتوبر وأمام كاميرات الصحافة العالمية استسلم الحصن الأخير من حصون خط بارليف للكتيبة 43 من قوات الصاعقة المصرية. مش مصدق إن أنا أشوف الجنود الإسرائيليين وهم بيرفعوا الراية البيضاء وجايين كده هو مزلولين، رغم إن إحنا عاملناهم معاملة كويسة جدا. لحظة الاستسلام الإسرائيلي كانت ذل، مش بالنسبة لي يعني، لما تحس بذل العدو لدرجة إن أنت تتأثر دي قصة يعني. واقفين رسميا، والملزم أول قائد الموقع واقف هنا لابس نظارة شمس كده، ومعاه الست ضباط اللي معاه، منهم طبيب كان شعره طويل، فأداله التحية ونزلوا العلم الايه الاسرائيلي، طبقه وحط عليه مسدس وسلموه ورفعوا العلم المصري وادوا له التحيه. انا عينيا دمعت فرحا وايه ويعني يا نهار اسود، يعني انا لو مكانه اموت نفسي احسن. حطم استسلام حصن لسان بور توفيق اسطوره خط بارليف، خط الدفاع الذي قيل انه لا يمكن اختراقه. أثبت المصريون أن هذه الحصون التي تشبه قلاع القرون الوسطى والتي كلفت إسرائيل مئات الملايين من الدولارات أثبتوا أنها عديمة الفائدة. الميزة الكبرى التي تفوق بها المصريون علينا في حرب يوم الغفران هي أنهم لم يكذبوا على أنفسهم فيما يتعلق بالكيفية التي قاتلوا بها في حرب الأيام الستة، فضلا عن أنهم أصلحوا ما كانوا يستطيعون إصلاحه. نحن كذبنا على أنفسنا فيما يتعلق بما حدث في حرب الأيام الستة، وهذه المرة دفعنا الثمن. بنهاية الأسبوع الأول من حرب أكتوبر عمت الفرحة شوارع القاهرة، واحتفل المصريون بالانتصارات التي حققها جيشهم. لقد تمكنوا أخيرا من الثأر لست سنوات من الهزيمة، لكن لم تكن الحرب قد انتهت بعد، وكان لا يزال في جعبتها الكثير.